في بعض الحالات قد تكون طقطقة المفاصل مؤشرا على أمر خطير، فهيئة الصحة العامة في بريطانيا أشارت إلى أنه من الضروري الانتباه لطقطقة المفاصل في الركبة، إذ إن المصابين بالفصال العظمي يتأثرون في الركبتين، في حين أن البعض قد يعانون من هذه الحالة في ركبة واحدة فقط. كما أن غالبية من يعانون من هذه الأعراض سيعانون ألما أثناء المشي، خاصة في حالة صعودهم أو نزولهم عن الدرج، وقد يصل الأمر إلى تأرجح ركبتي الشخص وعدم القدرة على الوقوف بشكل مستقيم. أما الذين يعانون من هشاشة عظام في الورك فستكون لديهم مشكلة في تحريك مفاصل الورك، مثل صعوبة ارتداء الأحذية أو الصعود إلى السيارة والخروج منها، وعادة ما يعاني هؤلاء الأشخاص من ألم في الفخذ وخارج الورك. ويصيب الفصال العظمي 3 مناطق رئيسة في اليد، هي قاعدة الإبهام والمفاصل الأقرب إلى أطراف الأصابع والمفاصل الوسطى للأصابع أيضا، وقد يتلاشى الألم مع مرور الوقت ويختفي في النهاية، لكن النطوءات والتورم ستبقى. ما دفع هيئة الصحة العامة في بريطانيا للتأكيد على أنه ينبغي على الشخص مراجعة الطبيب في حال واجه طقطقة مستمرة في المفاصل. ومعنا بالاستوديو اختصاصي جراحة العظام والمفاصل وعضو الجمعية الأردنية لجراحة الكسور الدكتور طارق توفيق الخيطان. صباح الخير دكتور، صباح وأهلا ورد. وسهلا بك معنا. يعني احنا بالتقرير وبالصور شفنا انه هي يعني او اول ما يخطر الانسان على باله موضوع الطقطقة فقط موضوع الأصابع، بس انت قلت لي تحت الهواء انه كل المفاصل ممكن نعمل فيها هيك، مظبوط؟ أول شيء صباح الخير، صباح وشكرا الخير على الاستضافة الصباحية الجميلة. طقطقة الأصابع أو فرق قاعة الأصابع هي حالة شائعة جدا. نعم. هي مش حالة مرضية، قد تنتج عن حالة مرضية. كل المفاصل الجسم ابتداء من العنق، الرقبتين، أسفل الظهر، الأصابع، الركبتين، الكواحل، ممكن يصير فيهم كلها طقطقة. قابل للطقطقة، كلها قابلة للطقطقة. نعم. هي مش حالة مرضية، وفي خلاف على الموضوع وفي دراسات عديدة. هل هي صحية دكتور؟ يعني هل هو يعني من المفضل مثلا انه الواحد يضل يعمل هاي الطقطقة بالمفاصل، سواء في ناس بالرقبة، في ناس بالظهر، في ناس بالكاحل، بالأصابع؟ هي حركات لا إرادية، تعويض الإنسان. في بعض الأحيان هي بتكون هابتس، عادة. نعم. هاي العادة بدنا نتخلص منها. الفرقعة الأصابع أو صوت الفرقعة أو الطقطقة بنتج عن أي صوت بين المفصل. المفصل هو في سائل زلالي أو سائل غضروفي. هذا السائل اللي موجود بيحمي كل المفاصل، بكون في مواد أصلا هي مواد طبيعية وموجودة، نيتروجين، ثاني أكسيد الكربون وأكسجين. فقاعات النيتروجين، في ناس بسموها فقاعات النيتروجين، ببعض الأحيان قد تنفجر أو فبحدث هذا الصوت. هو الطقطقة هو صوت ناتج. بهاي الحالات هي مش حالات مرضية. في حالات بتكون فيها مرضية ناتجة عن ندب بالأوتار، جراحات مشوهة، احتكاك بالمفاصل. عند الكبار بالعمر بكون في احتكاك، وبمعظم الأحيان ما بكون صوت فرقعة، بكون صوت صرير أو اصطكاك عظم، بنسميها متلازمة اصطكاك الورك أو الركبتين. نعم. بهاي الحالة هل بتكون الطقطقة مؤلمة؟ بمعظم الأحيان هي مزعجة للشخص واللي حواليه، وليس هي مش مؤلمة. أنا عم بحكي إذا كانت مرضية دكتور. إذا كانت مرضية هي بتكون مؤلمة. نعم. تورم وأعراض التهاب. في خلاف على الموضوع انه بس عفوا، وسببها هون بتكون انه السائل اللي حضرتك كنت عم تتحدث عنه بطل موجود او خف بالاعمار الكبيره متقدمة. بالاعمار. نعم. بالشيخوخه وبالاعمار المتقدمه هي واحده من الاسباب. نعم. بس احنا اللي بنشوفه بالعيادات هي الفرقعه او الطقطقه اللي فيري كومون بالركبتين او بالايدين. هي ناتجه عن حركة دائمة للسائل، السائل الغضروفي أو السائل الزلالي اللي موجود بالغضروف، بصير في تكهف بالمفصل. هل هي حالة مرضية؟ هي مش حالة مرضية. نعم. في بعض الدراسات بتحكي لك أنه الطقطقة أو الفرقعة بتأدي لالتهاب المفاصل، وهو مش دقيق. يعني هل الناس اللي عندها هاي العادة دكتور، هل هي عادة سلبية سيئة يجب التخلص منها؟ ممكن زي ما حضرتك ذكرت، لأنه إحنا بال يعني بالعام
بعيدا عن الطب دائما الناس يقول لك ما تعمل هيك لانه بصير عندك التهابات. فرقعة الاصابع نعم بين كل فرقعة والثانية تحتاج لتكوين السائل. لتكوين الفقاقيع او فقاعة النيتروجين من 15 ل 20 دقيقة. اذا تكرر الموضوع بتصير هبت بتصير عادة. وهي العادة هي لها يعني هي عادة وهي عادة مش سليمة. بعض الناس بيعتقدوا انهم بيرتاحوا لما يعملوا الطقطقة. هلا في مرضى بيحكوا لنا دكتور احنا ارتحنا بس عملنا. هي بتكون الجسم بوضعية استلقاء دائم او بوضعية وقوف دائم وبس نتحرك بشكل مفاجئ بيصدر هذا الصوت. هل هي بتسبب هشاشة عظام؟ مش مؤكد. وما في علاقة بين هشاشة العظام وطقطقة الأصابع. تسبب التهاب مفاصل. الناس اللي كانوا يعملوا طقطقة الأصابع ما وجد أنه عندهم هم عرضة لالتهاب المفاصل أكثر من غيرهم. بصير انخفاض بالضغط بالمفصل اللي بصير فيهم بس مش مؤكد أنه بيؤدي لالتهاب. هي عادة. في ناس بتزعجهم هاي الصوت في بيعمل ضوضاء هو وفي أعمار صغيرة بتعمل عندهم ضوضاء. هل هي عادة؟ هي هابتس مجرد عادات فقط عند الإنسان. طب دكتور متى من المفترض أنه مثلا الإنسان يزور الطبيب بما يخص هذا الموضوع خاصة إذا كانت مش هو عم بيعملها يعني مش أنا عم بمسك أصابع بعملهم بس في مفاصل بجسمي ممكن يكونوا فيهم طب بمفاصل الركبتين نعم. لما يكون بتتكرر الحالة لما يكون في عدد المرات الفرقعة أو الطقطقة زائد عن حده نعم. التكرار بهاي الموضوع الشعور بالألم والتورم بالطرف اللي بيصير فيه طقطقة نعم. هاي الحالات اللي أكيد تستدعي تدخل طبي نعم. طب إذا بدنا نعطي هيك يعني ملاحظة أخيرة أو نصيحة أخيرة للمشاهدين اللي عندهم هاي العادة بكثير أحيان بنحكي للمرضى إنه التمدد استطالة العضلة الندب الجراحية أو الندب أو التليف اللي بتصير على الأوتار هي اللي بتعمل هاي الصوت. وإحنا قاعدين هلا القيام مش بشكل مفاجئ النهوض بشكل تدريجي ما بعمل صوت. الحركة المفاجئة هي اللي بتعملنا هاي الصوت سواء كنت أنت بحالة الاستلقاء أو بحالة الجلوس نعم. نشكرك دكتور على كل هذه المعلومات. كان معنا بالاستوديو اختصاصي جراحة العظام والمفاصل وعضو الجمعية الأردنية لجراحة الكسور الدكتور طارق توفيق الخيطان. شكرا جزيلا لك دكتور. يعطيك ألف عافية.